طبعا احنا في وضعية بنغازي حتشارك في مجموعة من حملات تجير. بدينا مع جامعة بنغازي، جامعة الأم في الدولة الليبية. طبعا احنا عندنا اتفاقية تعاون مع جامعة بنغازي في أمور تخص خدمة وتنمية المجتمع. ضمن هذه الاتفاقية، هذه أول يعتبر بكورة أنشطتنا لعام 2024، ساهمنا مع جامعة قريونس. طبعا احنا في تعاون كبير مع جامعة بنغازي، أعتذر. بدينا اليوم بحملة التجير الأولى للجامعة، هتستمر معنا مجموعة من الحملات خلال هذا العام. بدأت في فترة التشجير هذه، حنستمر معاهم. اليوم شاركنا تقريبا ما يقارب عن 200 كشاف ومرشدة مع جامعة قريونس. العدد إلى الآن مش عارف كم حيتم تسجيل الدعاء، ولكن هذه بداية أعمال حملة التشجير داخل جامعة قريونس، حنستمر. كذلك عندنا أكثر من حملة تشجير خاصة بفوضية كشاف بنغازي بالتعاون مع العديد من الجهات، خاصة بوزارة الشباب، جهود تطوعية. عندنا مجموعة من الحملات، يعني خلال شهر يناير وفبراير ومارس حتكون في مجموعة من الحملات.